شاركنا اليوم مؤتمر أور ديرما في قارب الناصرية. حقيقة كان مؤتمر متميز جدا بالمشاركة، مستوى عالي جدا من الترتيب والتنظيم، والأساتذة اللي كانوا مشتركين على مستوى عالي من الدرجة العلمية، محاضرات مميزة وراقية ومفيدة جدا إن شاء الله. أولا أريد أشكر إدارة المؤتمر أنه دعتني، كانت فرصة كلش أو هي فرصة كلش سعيدة أنه أشوف أطباء من كل العراق جايين المنطقة واحدة على مود نتبادل المعلومات، نتبادل الخبرات، وهذا الشيء كلش حلو، وخاصة قل هواي بسبب جائحة كورونا والعزل اللي صار بعدها. سعدني اليوم أنه أكون متواجد بالناصرية، مؤتمر أور ديرما، مؤتمر ثاني بالناصرية، مؤتمر جميل جدا والأجواء كلش حلوة، التقينا بهواي أصدقاء حلوين من زمان ما شايفينهم. استغلينا هالفرصة هذه حتى نجمع أطبائنا من كل العراق، حتى نتشاور، حتى نلتقي بالدرجة الأولى. اثنين، نواكب شنو التطورات الجديدة بالجلدية وبالتجميل وبالمواد الجديدة داخل السوق. الحقيقة الدعم كان كبير من الكل، من الجامعة، من دائرة الصحة، من الشركات الراعية للمؤتمر. المؤتمر طلع بأبهى صورة، شيء فوق المتوقع، طلع مؤتمر بديع والكل يشيد به. Let's go.